وسهلا ومرحبا بكم لكل متابعي جريدة صوت العدالة الأوفياء أينما كنتم داخل وخارج المغرب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دائما مشاهدينا الكرام نجدد الترحاب بكم مرة أخرى من قلب العاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس. إذن مشاهدي ومتابعي جريدة صوت العدالة، بمناسبة الذكرى 25 لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه المنعمين، ينظم كل من الاتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة فرع جهة قسم مكناس وجمعية المدينة للصحافة والرياضة مشاهدي ومتابعي جريدة صوت العدالة حفل رياضي مع تكريم بعض الوجوه الرياضية والإعلامية مشاهدي ومتابعي جريدة صوت العدالة. لمعرفة التفاصيل لنتابع نحن وإياكم هذا الروبورتاج، ابقوا معنا. السلام عليكم، معكم عادل الرحموني الكاتب العام ديال المكتب الاداري والتنفيذي لاتحاد الصحفيين الرياضيين وصحفي بإذاعة راديو المدينة FF ومدير موقع ماتش بريس. نتواجد هنا بمدينة مكناس وبهذه القاعة الجميلة. المناسبة هي الاحتفال بالذكرى العزيزة علينا، هي تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيد على عرش أسلاف المنعمين. دأب الفرع الجهوي ديال مدينة مكناس على أنه يقوم بحفل كروي رياضي منه تأبين بعض الصحفيين اللي توفوا هذه السنة في مدينة مكناس، وكذلك لإجراء مباراتين وديتين بين الصحفيين وبعض الشركاء منهم مستشفى محمد الخامس. وهذا كيدل على أن كان هناك واحد التلاؤم ما بين جميع القطاعات على مستوى مدينة مكناس. وفي الأخير تم الاختتام بحفل تكريم عدد من الوجوه الإعلامية وكذلك الرياضية على ما قدموه خلال هذا الموسم الرياضي. وبالمناسبة كنهنوا كمكتب اتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة فريق النادي المكناسي على العودة ديالو إلى الدوري المغربي الاحترافي الأول لكرة القدم، وهي المكانة الطبيعية. كذلك ما ننساوش على أن اليوم كنجمع الشمل حضور رئيس الفرع الإقليمي ديال مدينة فاس لاتحاد الصحفيين الرياضيين فتاح نمروش اللي حاضر معنا واللي تم تكريمه من طرف الفرع ديال مدينة مكناس. كذلك حضور وازن لرئيس الاتحاد الصحفيين سي عبد الهادي الناجي وكذلك النائب الأول سي الخضر النوالي عن قناة بين سبور، بالإضافة إلى عبد الربيه ككاتب عام. وبالتالي كان هناك كذلك حضور رئيس عصبة فاس مكناس لكرة القدم وكذلك أمين المال فريق النادي المكناسي لكرة القدم، عميد فريق النادي المكناسي لكرة القدم، واللي تم تكريمهم جميعا نظرا لما قدموه من يعني من جهود على المستوى الرياضي بمدينة مكناس. كنتمنى التوفيق للجميع، كنتمنى للزملاء الصحفيين اللي جاو غطاو التظاهرة مزيدا من التألق، منهم يعني القناة العزيزة علينا واللي صديق ديالنا وجميع الأعضاء ديالها كاينين معنا في الاتحاد الصحفيين على اونيفو ديال المكتب التنفيذي ولا الفرع الجهوي ديال الجهه الدار البيضاء استاد صوت العداله، ومنكم كذلك على الحضور ديالكم في تغطيه هذا اليوم المبارك السعيد. وشكرا لجريدة صوت العداله على الاستضافه. شكرا استاذه. معكم دريشي نور الدين رئيس اتحاد الصحفيين الرياضيين فرع جهه فاس مكناس. اليوم كان عندنا واحد الحفل نشاط او حفل تكريمي لعده وجوه رياضيه واعلاميه التي اعطت الشيء الكثير هنا في العاصمه الاسماعيليه مدينه مكناس. والحمد لله افتتحنا هذا النشاط اليوم المبارك بلقاء كروي بالملاعب الرياضيه عين شبيك، سوسيو الرياضي عين شبيك، واختتمناها هنا بقاعه السعاده. كنشكروا من خلالها مدير القاعه او مالك القاعه السي علي الزهري، وكنشكروا المدعمين وكنشكر على راسهم سعد الوافي اللي سميتو كان الداعم الرسمي ديالنا الشركه ديال انتربيب.
وتنضربوا موعد ان شاء الله في الشهر المقبل ان شاء الله غادي يكون واحد حفل واحد اخر ان شاء الله واحد ندوه دوليه اللي غادي تنظم هنا في مدينه مكناس، وهذه رساله غنوجهوا لوسائل الاعلام هنا في مدينه مكناس وفي المغرب باش يجي يحضروا معنا في هذه الانشطه ان شاء الله اللي كتنظمها جمعيه المدينه والاتحاد الصحفي الرياضيين. وشكرا على الاستضافه. مفتاح المروج رئيس الاتحاد الصحفي الرياضيين المغاربه فرع فاس، اليوم كنتواجدوا مع اخوان ديالنا ديال مدينه مكناس، فرع ديال مدينه مكناس. اليوم كان واحد الحفل تكريمي بمناسبه ذكرى تربع صاحب الجلاله على عرش الاسلافي الميامين، كانت مقابلات في ملاعب عين شبيك، وموراها كانت واحد الحفل تكريمي من بعض الوجوه الرياضيه والاعلاميه هنا من مدينه مكناس. هذا كان اعتبروه صلة تواصل بين الجسم الصحفي سواء بمدينة فاس ومدينة مكناس، وكان الحضور وازن بالنسبة لنا كاين مع الإخوان اللي جعل أن جميع الإخوان اللي حاضرين هنا ارتأوا أن تكون مبادرات أخرى، لأن مثل هذه اللقاءات ما كتخلي غير التجانس ما بين الإعلاميين سواء بمكناس أو فاس أو على المستوى الوطني. وكنتمنوا ان ان شاء الله تكون عندنا مبادره كذلك في مدينه فاس، وحنا راه الاشاره لجميع الاعلاميين، وكنتمنوا كذلك كنهنيو النادي المكناسي على الصعود ديالو لقسم السفور ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد العزيز الناجي رئيس اتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربه. في الحقيقه هذا الحفل البهيج جمع جميع الاطياف بما فيها الإعلام والمسيرين واللاعبين، وكانت محطة مهمة جدا بالنسبة لتكريم فريق نادي مكناسي في شخص مسيرين وفي شخص لاعبين، خاصة أنهم يستحقون ذلك وأكثر. وبالتالي كانت محطة بالنسبة لنا والاحتفال بالذكرى 25 لتربع صاحب جلالة على عرش إسلافه الميامين، وكانت نقطة لقاء مع باقي الزملاء الإعلاميين من أجل وضع العديد من الترتيبات في المسار الإعلامي، خاصة وأننا نعيش ظروفا صعبة للغاية بالنسبة للإعلام الرياضي الذي هو بحاجة إلى دورات تكوينية خاصة حتى يكون جاهزا للاستحقاقات القادمة، وخاصة كأس إفريقيا الأمم وكأس العالم 2030. السلام عليكم.